مرحبا حبايبي أصحاب برج الجوزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء، رقم ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا، وممكن تمتد للشهر كله لأنه إحنا نقرأ طاقة، فلا تحددون الطاقة بوقت، ممكن الأحداث تمتد وياكم. قبل ما نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وكتبوا لي شنو القراءات الجاية اللي حابين نسويها أو الفيديوهات، سواء كان اختر كارت أو اختر حرف، كتبوا لي بالتعليقات، أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتم طلبتوها من أكثر من شخص، وراح أسوي لكم الفيديو. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء، راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزاء، نقرأ الصعيد العاطفي، الصعيد العملي، الصعيد الصحي، والصعيد العائلي. يعني ممكن نقول حالة نقول يعني الشهر بصورة عامة لك، لأنه القراءة إحنا هسه بعدنا بداية الشهر، فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كله. بداية برج الجوزاء طلعت لي ورقة غريبة جدا شوية، يعني لفتت انتباهي. بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس، أكو شيء أو رحيل مفاجئ، فقدان مريت بيه، أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان لمكان، أو من علاقة لعلاقة، أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة. طبعا هاي قبل ما أحشي الطاقة العامة، بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت إنه أقوله قبل ما أبلش بالقراءة بالطاقة العامة اللي موجودة. هي ورقة، البعض منكم يا برج الجوزاء أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ، أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس، أكو اهتزاز بالثقة عندكم. البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه، مقانع عن شكله بصورة عامة، حتى شلون نقول يعني أثر عليكم نفسيا. البعض منكم ممكن ما حاب حالة يعني شلون شكله او مظهره بصورة عامة، كله هو ما مقتنع بيه، ده يحاول انه يغير من نفسه. التغيير طبعا ايجابي، ولكن سبب التغيير هو شخص. هذا الشخص اشوف ممكن اكو كلمة حكاها، وهاي الكلمة هي اللي خلتكم انه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقب، مع انه برج الجوزاء مو من السهولة انه شخص يأثر عليه بكلام، بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار، بس اكو شخص اما قال او تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه، ما اقول شبه معدومة وانما مهزوزة، فهو ده يحاول انه يجمل نفسه في سبيل انه ثقته ترجع له، مو حتى هو يتغير او يسوي تغيير ايجابي بحياته الاحسن، لا، وانما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي حكى هاي الحكاية او تصرف هذا التصرف ينتبه اليه. هذا الشيء غلط، اني ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما اقرأ، لانه صراحة الورقة هواي شدتني. ف يعني برج الجوزاء انت مو يعني شخص قال لك كلمة اثر عليك كذا، اكو شخص قال لك مثلا انت ما حلو، او انه اكو اوه شنو هذا العيب اللي بيك، مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك. انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص، ما تثبت له هذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عالية، انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل. فإذا أكو أحد قال لك هيك كلمة، أو ممكن تكون الطاقة بعد هي يعني هسه ما متحققة، ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحكي وياك هاي الكلمة، فإذا بعد هذا الشخص ما ظهر بحياتك وما حاكي أو ما تصرف هذا التصرف، إنه مثلا هو تركك وراح الشخص وجزء أنت رحت ورا بعدين، إنه هنا عندك طاقة مراقبة، راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه، ممكن شفت إنه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية، فهذا الشيء سبب لك قلة ثقة بنفسك. انت العيب مو بيك، انت ما بيك عيب، ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك.
أكو أشياء ما تنقاس بالشكل، تنقاس بالروح. ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء، محتاج إنه يرجع ثقته بنفسه مثل الأول وأكثر بعد. هذا الشيء كلش ضروري، لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي. هذا الشيء مأثر عليك، أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة. راح أحكيكم إياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي. هسه خلونا نبلش بالطاقة العامة لبرج الجوزاء. طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية، أول ورقتين إلك وأنا أخلط الأوراق، وحبيت أركز عليهم لأنه حسيت إنهم مهمين. الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية، أنا أشوف إنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص، تحس إنه هذا الشخص عنده أسرار. هذا الشخص ممكن تحس إنه هو عنده طرف ثالث، البعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث، وأنت أساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته. إن هاي الطاقة الحالية، فممكن أنت تكون كاشف هذا الشيء أو أنت متأكد منه، ولكن لحد الآن أنت ما لازم شيء بإيدك. فأشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية، طاقة مراقبة بحث للشريك، لأنه عندك شك إنه هو بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته وشكك بمحله راح يكون، وأنت راح تكتشف هذا الشيء. لأن هنا السفن اوف سورد مقلوبة، فهذا الحرامي انكشف، الورقة انقلبت بعد. فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه. الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية، عنده عواطف مكبوتة تجاهك. ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه، لا، على الاغلب اشوف هذا شخص جديد، او ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صار له فترة ودي يراقبك من بعيد، بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدي وياك بداية جديدة، او حتى يطلب منك بداية جديدة. اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة، بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره، وراح يحاول انه هو يجي يحكي وياك الفترة الجاية. بس للأسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط، لان انت راح تكون بيه مجروح او بدك تعاني من انفصال مؤلم. فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بيه او بدك تمر بيه حاليا. فلهالسبب انت يعني سبحان الله، هي الاوراق قعدت السلسلة، القصة انقرت بس من الطاقة العامة. انت بدك تحاول تدافع عن نفسك، تحمي مشاعرك، وما تنطي فرصة انه انت خايف. انت مثل ما قلت لك، انت اوريدي طالع من انفصال مؤلم، اكو انفصال مؤلم، وحاليا انت بطاقة الشفاء، دا تحاول انه تستجمع نفسك، ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية، لانه العلاقة اللي انت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة، هواية اضطريت تحارب، هواية اضطريت تواجه ناس، هواية حاولت انه تحافظ عليها، ولكن بالمقابل الشخص اللي انت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مو قد الثقة، لأنه أشوف أكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم، والانفصال اللي بينكم مؤلم كان. فلهالسبب أنت خايف إنه تفتح قلبك، أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج الجوزاء. عندك مخاوف من الرفض، أو مخاوف إنه ترجع تنعاد بيك الأشياء اللي صارت قبل. فلهالسبب أنت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك. عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك بكل لحظة، اكو شخص راح يتركك. حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها، لا تتردد حاليا انه يعني تاخذ خطوة جديدة. انا اشوف فترة، خذ فترة استراحة مثل ما نقول، حاول تطلع من الالم اللي انت بيه، كمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك. هسه احنا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحكي العملي، خلونا ننتقل للصعيد العملي. الصعيد العملي يا برج الجوزاء، اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل، اكو شغل ممكن احد كان واعدك بيه، وكنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائلة. طبعا لانه قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءة، فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا كنت تحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل.
بالفترة الحالية أشوف بعد ظروف الحظر والمعرفش، أشوف إنه أنت حاليا ما عندك شغل، أو نقول يعني شغلك في تراجع، قاعد يتراجع يتراجع يتراجع، هذا الشيء ده يأثر على نفسيتك هواية، وده يأثر على بيتك على مصاريفك. فدا أشوف عندك تفكير كلش كبير بالعائلة، والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع، يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع، يعني كشراء منزل أو بيع منزل، وبس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هواي قاعد تفكر، هواي تريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم، بس ما قاعد يتم، قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات، تأجيلات ورا تأجيلات. فاذا كنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني، فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك، واذا كنت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشيء متوقف، فعندك طاقة احباط بموضوع يخص منزل، او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت ما قاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة. عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة، فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الأساسي على البيت، موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع، هذا أو حتى نقلة من مكان لمكان. أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات، الأمور خلال 6 أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار منزل، خلال 6 أسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك، واوريدي اكو موجوده نقله، فاكو نقله لك خلال 6 اسابيع. هسه خلونا نيجي على الصعيد الصحي. على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من الام بالاقدام ومؤثره عليه هوايه، وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبه للنساء اشوف اكو حمل، اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل، بس الحمل راح يكون متعب. فاللي مطلوب منك بالنسبه لبرج الجوزاء النساء الحوامل، المطلوب من عندك انه تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفتره باي مواضيع، يعني بمواضيع تخص الحمل والولاده. فممكن انه اما انت كنت حامل، وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا، فهذا الشيء ده ينطيك اشاره انه خلي بالك من نفسك هاي الفتره، وحملك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملك جديد، فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك، يعني إن شاء الله ما يعني خير لا تخافون، بس حاولي إنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة، لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل. هاي بالنسبة للنساء وللصحة. أما بالنسبة خلينا نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحد من العائلة، كأن يكون أخ أو أخت، على الأغلب يكون أخ، صاير بينك وبينه كلام، أو ممكن هذا الأخ أو مو شرط أخ يعني شخص من العائلة ماخذ منك حق، أو أنه هو حاج عليك شي ظلم. المهم قاعد أشوف أنه إلك حق يم شخص من العائلة، وأنت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك، منتظر من عنده انه هو يجي يصالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ماخذه من عندك، ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلامه حاد، فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء، وخاصة على الاشياء ممكن تخص نقول اوضاع مادية كورث، يعني اشياء تخص المادة بالذات. فأشوف أكو إحباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة، بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص، أكو شخص راح يتدخل، ممكن تجيك رسالة وراح تنحل، يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون. خلونا هسه نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي. حكينا هواية احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة، هسه خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام. برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين. المنفصلين قاعد أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة، ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة، ما عندك القدرة، أنت مواثق من نفسك زيادة، نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية، أكو تردد، ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين دي يحاولون يتقربون من عندك، ولكن انت ما قاعد تعرف شو تريد. اكو هواي اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون وياك، دا يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت
طاقتك العامة، انت ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك، لان عندك تردد، عندك مخاوف، عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بيها من الماضي. ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة، ممكن 6 شهور، ممكن 6 أسابيع. هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك، ما طلع من حياتك بسهولة، لا، هو عرف أحد عليك، وأنت أوريدي عرفت إنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، وهذا الشيء اللي سبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية. أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية. نفس الوقت أشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون إنه يروحون منحى الاستقرار، منحى الزواج، إنه هو ما يريد بعد يبقى سنجل، ما يريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح. لا، هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة، هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج، علاقة جدية، علاقة غير متعبة، عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق. علاقة كانت كلها تعب، كلها مسؤوليات، وكان بيها طرف ثالث موجود، وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث، واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف. بس على الاغلب انت عارف، وهنا انا عندي اوراقه، انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث. هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة، مأثر عليك هواية ويجرح بالكلام. هذا الشخص يجرح بكلامه، يحب يسيطر، يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات، يعني شخص سلبي، إنسان سيء. رغم أنه أشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره، ممكن تكون طاقته شوية كبيرة. هنا أنا طالعة يمي، طالعة يمي طاقة الكوين، طاقة تينوفون، فهو يعني من تشوفه هو شخصية، هو شخص تعبان على نفسه، ممكن عنده مسؤوليات، ولكن هو نوعا ما أشوف أنه هو يجرح بالكلام، هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة، ويركز على العيوب. ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك. عنده هيك طاقة، اكو ناس تقلل من قيمتك وتصغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك.